الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الانديه المصريه، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. دايما جمهور النادي المنافس بيلجا لفكره لو في اللغة العربية هو حرف امتناع، يقول لك لولا العرضة بتاعة الأهلي في ماتش القضية ممكن كنا كسبنا البطولة، لولا الحكم في الماتش فلان الفلاني كنا كسبنا البطولة، لو المدرب لعب بالتشكيل ده في الشوط الأولاني زي ما لعب في الشوط الثاني كنا كسبنا وعملنا وسوينا، لولا التغييرات كنا عملنا، لولا حكام الفار كنا سوينا، لولا لولا لولا. تقدر تسميهم جماهير نادي لولا، لولاكي لولا لولا ما حبيت. والله يعني دايما بيحاولوا يدوروا على أي مبرر مضحك كوميدي عن أسباب الهزيمة، عمرهم ما بيدوروا على الأسباب الحقيقية للهزيمة. ودايما كلمة لو ما بتعمرش بيت وما بتعمرش نادي، كلمة لو من الشيطان أو الشيطان ما بتعمرش. لو كل حاجة هتقعد تقول لو 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 هتفضل محلك سر، ويا رب يفضلوا كده على طول، يقولك لو كنا عملنا كذا لو سوينا كذا، يفضلوا على طول زي ما هم. عايز اقول واحد من ضمن الهزازين صبحي كوبري السلام. صبحي كوبري السلام قالك يا ترى مسرح العرايس اللي احنا عايشين فيه ده هيفضل كده كتير؟ مسرح العرايس ده امثالك اللي كانوا بيطلعوا بشكل شبه يومي يطبلوا لشخص واحد، يمجدوا في شخص واحد، ويسبحون بحمد شخص واحد، مهما كانت أخطاءه كارثية، مهما كان عنده سلبيات، كلها بتبقى إيجابيات بمنتهى النطاعة، بمنتهى الكذب والتدليس والتضليل. فلو في فعلا مسرح عرايس فهو المسرح اللي بيطلع فيه مجموعة هزازي الرؤوس. وأنا قلت لك هم شبه الكلب اللولو اللي بيتحط فيه التابلو بتاع العربية أو على تابلو العربية، اللي هو بيفضل يهزلك مع كل مطب، يقول لك لا انت ما غلطتش، اوعى كنت، لا انت عمرك ما بتغلط، لا انت ما كلتش مطب، لا لا العيب في المطب مش العيب فيك، انت زي الفل كمل سواقة. تلاقي نفسك طالع فوق الحيط، مش مشكلة، المهم الكلب عمال يهزلك. دي مجموعة الهزازين اللي بيهزوا دايما على المسرح. خوان كارلوس أوزوريو يا جماعة بعد موسم يعني تاريخ النادي الزمالك، بعد موسم قدر نادي الزمالك يحقق فيه كل أهدافه وطموحاته وطموحات جماهيره، الزمالك كسب كاس الكرامة، الزمالك كسب كاس الكلام، الزمالك كسب كاس الشرف، الزمالك كسب كاس تيشيرت رونالدو، دي كلها بطولات محدش يقدر يحققها غير نادي الزمالك. بعد ما لعبت الزمالك قدرت تحقق بطولات في موسم تاريخ النادي الزمالك، خوان كارلوس أوزوريو اداهم اجازه 17 يوم، قال لهم يلا يا اولاد بقى انتوا تعبتوا الموسم ده، جبتوا بطولات كتير لنادي الزمالك، عملتوا مجهود جبار عشان تسعدوا جماهير الزمالك، انسحبتوا من السوبر قدام الاهلي عشان تكسبوا كاس الكرامه، خسرتوا في كاس الشرف مع اصدقاء رونالدو، خدتوا تيشيرت رونالدو عشان تعرضوه للبيع في مزاد علني عشان نقدر نسدد مديونياتنا. فدي كلها انجازات وارقام مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. عايز اقول ورد على واحد من الدلاديل اللي طالعين على قناة البليلة يقول لك في فرق خافت تروح البطولة العربية. طبعا هو ما يقدرش يقول الاهلي، لكن هو بيسقط، انتوا عارفين انتوا شغل الاسقاط اللي احنا بنسميه باللفظ الدارج تلقيح نسوان، هو كده. للأسف الشديد احنا وصلنا لمرحلة في الإعلام الرياضي ان بقينا بنقعد نشوف مصاطب مش قنوات. لا والله اللي بيحصل ده مش شغل قنوات ولا شغل إعلام أصلا، ده شغل مصاطب. عارفين انتوا زمان كده يحفظكم الله كانت بتقعد ست البيت الفاضية بقى اللي مش وراها حاجة في الشارع تجيب صاحبتها اللي جنبها وجارتها اللي فوق وجارتها اللي تحت، ويقعدوا يجيبوا في سيرة دي وفي سيرة دي وفي سيرة دي، واللي رايح هيتلقح عليها واللي رايح هترمي عليها كلام. ده نفس اللي بيحصل دلوقتي، شغل مصاطب تحت بير السلم.
كل واحد قاعد فاتح قناه عمال يتكلم ويلقح ويسقط على النادي الاهلي. فقال لك يكفي فخرا ان الزمالك ما خافش. الزمالك راح لعب بطوله عربيه في الوقت اللي النادي الاهلي خاف يروح يلعب في البطوله العربيه. ليه بقى؟ ليه الاهلي خاف يلعب في البطوله العربيه يا اهلاويه؟ لان الاهلي في البطوله العربيه تقنيه التسلل معموله الكتروني، حاجه كده اوتوماتيكي اوتوماتيكي، ترقص تنور، ترقص تطفي، اوتوماتيكي اوتوماتيكي. فالاهلي مش واخد على اوتوماتيكي اوتوماتيكي، الاهلي واخد انه بيكسب البطولات بالحكام. فعشان كده الاهلي خاف يروح يلعب في البطوله اللي فيها التقنيه بتاعت التسلل اوتوماتيكي اوتوماتيكي. انا بس عايز اقول للجاهل الجهول الدلدول تحسين ولا ابو حسين ولا ام حسين، عايز اقول له الاهلي شارك 8 نسخ قبل كده كاس عالم، منهم تقنيات كانت بتطبق لاول مره في العالم. ما شفناش الاهلي يا دلدول بينسحب. طبيعي جدا، انا واثق مليون في الميه انك لما بتتكلم الكلام بتاعك ده وانت جاهل بيه، انا عارف ان انت لو قلت الشمس بتشرق من المغرب القطيع اللي بيسمعك هيصدقك، انا واثق من كده. فكون ان انت تطلع تقول للقطيع اللي بيسمعك ان الاهلي خاف يروح يلعب البطولة العربية عشان تقنية التسلل بقت توماتيكي توماتيكي، انا عارف ان القطيع هيصدقك. لكن اللي انت ما تعرفوش انت والقطيع اللي بيسمعك ان تقنية التسلل دي موجودة في كاس العالم من فترة، يعني بقالها موسمين او ثلاث مواسم بتتطبق، اللي هو التسلل الآلي. التسلل الآلي اللي هو التسلل بيتحسب في حاجة اوتوماتيكي اوتوماتيكي برضو، واخد بالك، الكتروني، بيروح مزمر في ودان الزبون اللي ماسك الراية فيروح رافع الراية على طول، خلاص تسلل الكتروني ملناش علاقة بقى، دي مظبوطة بخلايا الجسم بتاعت الإنسان. فكون انك جاهل ده، معلش انا عارف انك جاهل، وحتى لو بتدعي الجهل مش مشكلة، كلب زيك مش هيفرق معانا نباحه، دائما القافلة تسير والكلاب تنبح، والكلاب تنبح. عايز اقول كمان بالنسبة لقناة البليلة، طلع برضو مجموعة من المدلسين هزاز الرؤوس، واللي ببشركوا بالمناسبة خلي بالك، عايز اقول لك بشرة خير، مجموعة الهزازين اللي انتوا شايفينهم دول، الخمسة ستة اللي بيطلعوا يهزوا بما فيهم بقى فطوطة الدلدول، بما فيهم الدلدول اللي اسمه أم حسين، بما فيهم الخمسة اللي بيطلعوا جيمي فولا مع اسمه ايه أبو فلايط مع مش عارف مين، حش صاحبك عني، الناس دي كلها مش هتشوفوها تاني الفترة اللي جاية. خلي بالك في تنظيف وتطهير على أعلى مستوى هتشوفه الفترة اللي جاية. في كلام كتير بيحصل دلوقتي في الكواليس، مجموعة الهزازين دول هينقرضوا، هيتواروا من المشهد تماما، لأن صدقني بقى شكلنا وحش قوي. بصوا السعوديين بيتريقوا علينا إزاي، شوفوا السعوديين بيردوا على الناس إزاي في الكومنتات، هتلاقي كمية من القرف. إيه ده؟ هل مستوانا كمصريين وصل للدرجة ديت؟ هل مستوى الثقافة والحضارة والرقي في الطرح وصل للدرجة دي ان يبقى فطوطة الدلدول وام حسين ورجب حس صاحبك عني والناس دي كلها هم المتصدرين المشهد؟ امال احنا بقى نروح فين يعني؟ مش عارف والله. فعايز اقول كلها ايام وان طالت لاسابيع فهيتواروا من المشهد تماما. فقناة البليلة قال لك امام عاشور اتروق من جماهير الزمالك في السعوديه وخد اللي فيه النصيب. انتوا بتتباهوا بقله الادب، احنا وصلنا لمرحله في الاعلام الرياضي ان الناس بتطلع بتتباهى بقله الادب. يعني يا جماعه مصر، مصر اللي علمت العالم الحضاره، مصر اللي علمت العرب كل حاجه، والعرب بيطلعوا بيقولوا كده، انت النهارده وصلت لمرحله ان عندك قناه رياضيه طالع مقدم البرنامج فيها بيتفاخر ان جمهوره طلع شتم لاعب بالاب والام وبالفاظ وسخه، طالع بيتباهى بيها. بقينا بنتباهى بقله الادب، بقينا بنتباهى بمستنقع الفاظ قميء قذر للدرجه دي. للدرجه دي
للدرجه دي ليه؟ لان الناس دي عارفه ان مفيش عقاب. من امن العقاب اساء الادب وكل الادب. عايز اقول لكم امام عاشور هيفضل عامل حاله من الحرقان والهيجان. امام عاشور جماهير المملكه العربيه السعوديه ادانت تصرفات قلة منحرفة من الجماهير ضد إمام عاشور. قال لك عمرنا ما شفنا قلة الأدب دي في ملاعبنا، إزاي نقبل إن يكون في أشكال بالمنظر ده تقل أدبها في الملاعب بتاعتنا؟ ملناش دعوة بإمام عاشور ولا مش إمام عاشور، بس ليه تقلوا أدبكم عندنا؟ إحنا ملاعبنا نظيفة، ملاعبنا ما فيهاش الألفاظ القذرة اللي إحنا سمعناها في مباراة الزمالك والشباب أو الزمالك والنصر. عايز بتكلم بقى بذكر نادي الزمالك، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يطيح بالزمالك مجددا. يا جماعة الفيفا زهق، الفيفا جاب اخره، الفيفا بيقول لك يا عم سيبني روح افتح لك عيادة، ابعد عني، انت مش كل شوية جاي مش مشكلة ومصيبة منك، ابعد عني، ابعد يا جدع يا جدع هتنقطني، ابعد. فيفا كل شوية يطلع قرار ايقاف قيد يلاقي فيه الزمالك. ده ايه السنة المهببة دي؟ للمرة الثالثة على التوالي أو على التوازي، بس هي على التوالي يعني. الاتحاد الدولي بيرسل للاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد للمرة الثالثة بسبب نادي وادي دجلة كان له حق رعاية في إبراهيم أنداي، الزمالك مش عايز يدفع وما دفعش، فترفع قضية، مشيت قضية غرامة، طبعا الزمالك مش في دماغه إيقاف قيد، فإيقاف قيد للمرة الثالثة. بس السؤال، هل الاتحاد المصري لكرة القدم هيطبق إيقاف القيد؟ أشك، أشك إن يتم إيقاف قيد نادي الزمالك. عايز أقول كهربا بيضرب وبقوة، كهربا بيقصف جبهات من العيار الثقيل، كهربا في عز ما جماهير الزمالك عمالة تحفل عليه نزل صورته في إعلان لأحد شركات الجبنة، قال لك أنا هو برقص، أنا هو هفضل كايتكم، أنا هو. عايز أقول طلع كلام النهاردة وأنباء من احد الزملكاوية، قال لك هروب المعزول خارج مصر، يوم الاثنين هيسافر لاسبانيا بحجة العلاج للتهرب من القضايا في حالة الحكم عليه خلال الايام القادمة. طبعا المعزول نفسه طلع قبل كده وقال انا هسافر، خلاص انا هستقيم من كل حاجة في النادي وهسافر، هو بنفسه اعلنها. لكن هل المعزول فعلا هيسافر وينفع يسافر قانونا وهو عليه قضايا هيتحكم فيها خلال أيام قليلة؟ قانونا أنا ما عنديش معلومة، لكن المؤكد وفقا لتصريحات نجل المعزول إنه موجود في مراسي، هو دلوقتي في مراسي بقال يومين بعد ما عمل الفيديو بتاع الاستقالة والرحيل عن النادي في كل شيء، هو موجود دلوقتي في مراسي بقاله يومين. عايز اقول الاستاذ احمد مرتضى بيطالب السيد ممدوح عباس برفع الحجز لان خلاص السبب زال ورئيس الزمالك مشي، وقال لك احنا عندنا 300-400 مليون عايزين ندخلهم وعايزين نفك الحجز. وانا بس يعني اعتبروني جاهل، وانا يا جماعة اولا ممدوح عباس اكد اكتر من مرة في بيانات صحفية لمكتبه، مكتب المحاماة اللي ماسك قضاياه، انه رفع الحجز بقى له 4 شهور. ولكن خليني امشي مع الزمالك ان في حجز باسم ممدوح عباس. ممدوح عباس له كام؟ 50 مليون ما تدهم له. يعني النهاردة واقف على الباب مرمي بره على الباب 400 مليون، ده على كلام احمد مرتضى، خلينا نمشي ورا كلامه. قالوا الجمل طلع على النخلة، ادي الجمل وادي النخلة، يلا يا عم الجمل اطلع على النخلة، في 400 مليون بره. طب ما تدفع 50 لممدوح عباس وخد انت ال 350 ماشي نفسك بيهم، بدل ما الدنيا خربانة، بدل ما الدنيا خربانة. لكن انا بقول لك مفيش،
مفيش فلوس اصلا. واللي عامل الحجز وزارة المالية وليس ممدوح عباس. وزارة المالية اللي رئيس الزمالك بعت خطاب لوزير المالية دكتور محمد معيط يقول له فيه تعالى احجز على فلوس نادي الزمالك. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم.